الأساتذة الأفاضل الوكلاء المدراء العامون للمكاتب التنفيذية، أهلاً وسهلاً بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي ينعقد كما تعلمون جميعاً في ظل ظروف دقيقة وهامة وحاسمة من عمر عاصمتنا عدن وفي حياة شعبنا ومواطنينا. والتحية خاصة خالصة لكم أيها الزملاء الأعزاء في وسائل الإعلام جميعاً الذين لبيتم هذه الدعوة حتى نكون على تواصل شفاف مع أبناء شعبنا ومواطنينا وبخاصة مع القيادة في العاصمة عدن. سيطول لقاؤنا بكم في هذا المؤتمر الصحفي، وأترك في هذه اللحظات الكلمة للأستاذ المحافظ اللواء عيد الأستاذ. تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية نرحب ترحيبا حارا بجميع الحاضرين، وسعادة أن نلتقي بكم اليوم. وحقيقة طبعا كنا نريد وحريصين على أن نكون نلتقي في وقت مبكر، وذلك للإعلان لأبناء عدن بشكل خاص، وإحنا حريصين على أن الحقيقة تصل إلى أبناء عدن والمحافظات المجاورة لما يدور يعني من سوء خدمات في هذه المحافظة، لما يدور من تحريض من بعض الأحزاب السياسية التي لا زالت توجد في مؤسسات الدولة منذ تحرير عدن قبل عام. عموما هي فرصة اليوم لنلتقي بكم، وأن كنا نتمنى أن تكون ظروف أفضل من هذه الظروف لنلتقي بها ونتبادل الرأي. طبعا نوجه رسالة لأبناء عدن ونقول لهم إننا معهم في الميادين وساحة القتال والبناء والتنمية، لن نتخلى عنهم مهما كان، سواء كان من موقعنا في المحافظة أو من موقعنا في المقاومة. سنظل معاهم إلى أن تستقر هذه المحافظة والمحافظة المجاورة، إلى أن تتحول هذه العاصمة إلى عاصمة تاريخية إن شاء الله بإذن الله تعالى. الأخوة الأعزاء، ثقوا أن غلوبنا معكم قبل إمكانياتنا، وسنكون سعداء بأن نشارك معكم مهام العمل من أجل نهوض وبناء ونمى عاصمتنا الحبيب عدن. الأخوة الصحفيون، لعلكم تدركون حساسية المرحلة طبعا التي نمر بها وحجم التحديات والمؤامرات التي تستهدف عدن وتستهدف نشاط قيادة المحافظة المنبثقة من هذا الشعب والتي تعمل لأجله وأتت من أجله. لذلك نلتقي بكم لنتبادل معكم الحديث الودي، ونفتح لكم ما في قلوبنا، آملين أن تسهموا معنا في إيصال رسالة إيجابية طبعا للشارع الجنوبي والعدني على وجه الخصوص، وللمحافظات المجاورة، كوننا نعيش مترابطين في هذه المحافظة والمحافظة المجاورة المحررة. طبعا لنا قرابة سنة منذ تحرير هذه المحافظة كعاصمة، ونحن نقول لكم قبل أن نقرأ طبعا بيان يقرأ الأخ الوكيل لشؤون الإعلام، لنا سنة وأنتم تعلمون إن حكومة الشرعية لم تصل إلى عدن، لا حكومة ولا وزراء، ولم يقوموا بمهامهم. هذه حقيقة طبعا يعرفها الجميع، وعلى حكومة الشرعية أن تقوم بمهامها من العاصمة عدن. ما لم فإن الأوضاع ستظل متعثرة. نحن نناشد رئيس الجمهورية طبعا الرئيس فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى دعم فكرة وجهود الحكومة للوصول إلى هذه العاصمة، وطلب طبعا دعم قوات التحالف لتثبيت العاصمة عاصمة سياسية إن شاء الله تعالى. نستمع الآن إلى البيان والمشاكل الذي سيتطرق لها الأخ الوكيل، وبعدها نترك المجال للأسئلة لجميع الصحفيين الذين يوصلون إلى هنا. تفضل. شكرا. أيها الأعزاء العزيزات الزملاء والزميلات الحاضرون جميعا، ألفت نظركم قبل قراءة البيان الرسمي لقيادة العاصمة عدن إلى أن المؤتمر اليوم بعد البيان الرسمي هو بحضور عدد من المعنيين ببعض القضايا المتصلة بحياة الناس، سوف يكونون حاضرين معنا للإجابة على مختلف الأسئلة. وأخص بالذكر النفط، الكهرباء، المالية، ومعهم لجنة التقييم والإصلاح
المكلفة مكافحة المكلفة التقييم والإصلاح ومكافحة الفساد. أقرأ عليكم الآن البيان الرسمي الذي هو بيان قيادة العاصمة عدن. بسم الله الرحمن الرحيم. تتابع قيادة العاصمة عدن وتعايش الظروف الاستثنائية التي يمر بها أهلنا في عاصمتنا الحبيبة عدن، وما يعانونه من متاعب تفاقمت مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة بالتزامن مع زيادة حجم العجز في توليد الطاقة الكهربائية بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية وخروج بعض المولدات عن الخدمة، مما أدى إلى زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين. ولأننا نعيش معاناة أهلنا ونكابد أوجاعهم، وانطلاقاً مما يفرضه علينا واجب مسؤوليتنا، فقد بذلت قيادة العاصمة جهوداً مضاعفة للتخفيف من هذه المعاناة، المعاناة التي نعيشها معهم وأسوة بهم، وسعياً منا لانتشال واقع الكهرباء المتردي وبفعل قدم وتهالك شبكة التوزيع المنتهية الصلاحية منذ سنوات طويلة، والذي ازدادت خدماته ضعفاً بفعل ما لحق بالبنية التحتية لهذا القطاع من دمار هائل إثر الحرب التي شنها الغزاة القادمون من كهوف مران على عدن. وفي هذا الإطار فقد تواصلت قيادة العاصمة مع القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي ودولة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، ووضعتهما في صورة ما تمر به عدن ويكابده أهلها جراء الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي وتردي حالة منظومة الطاقة الكهربائية وحاجة المحافظة إلى حلول إسعافية آنية. هذا أولاً، وكذلك حاجتها الأساسية إلى مشروع استراتيجي ينهي هذه المشكلة التي تتكرر مع حلول كل صيف منذ نحو 20 عاماً. كما فتحت قيادة العاصمة قناة تواصل مع الأشقاء في دولة الإمارات وطلبت تدخلهم العاجل ومساعدتهم في معالجة هذه المشكلة التي تؤرقنا جميعاً. وقد أبدى الأشقاء الإماراتيون تفهماً وتعاوناً كبيرين، ووعدوا بتقديم معالجات استراتيجية لهذه المشكلة يمكنها أن تحل بشكل جذري إشكالية الكهرباء، إضافة إلى تقديم معالجات إسعافية عبارة عن قطع غيار لمولدات متوقفة من المتوقع أن تصل قريباً إلى عدن. قد تابعت قيادة العاصمة التردي المتسارع في وضع خدمة الكهرباء خلال الأيام القليلة الماضية، وبذلت أزاء ذلك جهداً متواصلاً لتأمين المدينة بخدمة الكهرباء، لكنها فوجئت بعراقيل عدة توضع في طريقها لتحقيق ذلك، ومنها امتناع شركة عرب جلف المتعهدة بتأمين المشتقات النفطية للمحافظة أو للعاصمة عدن، امتناعها عن تفريغ الشحنة المشترى منها لهذا الغرض رغم استلامها لقيمتها، في تصرف لا يفهم القصد منه ولا نجد له تبريرا يستحق عقاب سكان 4 محافظات تعتمد على الكهرباء التي يتم توريدها في عدن. إن قيادة العاصمة عدن إذ تستغرب محاولات الاستغلال الرخيصة لمعاناة أهلنا من قبل بعض الأحزاب التي عرفت بتبني خطاب معادل لقيادة العاصمة وللتحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوظيفها توظيفاً يخدم مشاريع عدائية لأمن واستقرار ونماء عدن، ويهدف إلى إغراقها في الفوضى
بل أنها تجاوزت ذلك إلى ممارسة أعمال عنف تحت مبررات الاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي، كان من نتائجه الاعتداء على دورية أمنية وإصابة أحد أفرادها. إننا ونحن نتبادل الرأي مع أهلنا وشعبنا ونكاشفهم بطبيعة وحجم وأسباب المشكلة التي نعانيها جميعا، فإننا نجدها مناسبة للتذكير بطبيعة الظروف التي استلمنا عليها العاصمة عدن وحجم الملفات الشائكة والمعقدة التي واجهتنا والتي ما زال الكثير منها قائما ويحول دون قيامنا بالمعالجات العاجلة للمشكلات القائمة، وأهمها مشكلة الكهرباء، مذكرين أننا إلى الآن ما زلنا نعمل بإمكانات شحيحة للغاية وبدون موازنة معتمدة ولو بأقل القليل. ناهيك عن كوننا نعمل في مساحات مملوءة بألغام الفساد وأسلاكه الشائكة التي بدأنا خطة واضحة ومدروسة لانتزاعها وسننتزعها إن شاء الله. إن قيادة العاصمة عدن وفي الوقت الذي تبين فيه أن حجم التحديات الماثلة أمامها في قطاع الكهرباء يتجاوز حدود إمكاناتها وصلاحياتها ويدخل ضمن اختصاصات ومسؤوليات الحكومة وتستلزم ضرورة تدخلها وبقوة، إلا أنها قيادة عدن لن تتوانى عن بذل أقصى الجهود لإيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة وتجاوزها واعتبارها جزءاً من معركتها التنموية التي لا تختلف عن تلك المعركة الأمنية التي خاضتها وانتصرت فيها. إننا في الوقت الذي نعيش فيه أوجاع أهلنا ومعاناتهم ونلمس مقدار صبرهم وتضحياتهم وتحملهم واستشعارهم لحجم التحديات التي تمر بها قيادة عدن وتعدد وثقل الملفات المطلوب منها إنجازها تنموياً وأمنياً، باعتبارها تنهض بكامل مهام الدولة والحكومة ومكاتبها والعمل على إدارتها وتعالج مختلف الاستحقاقات وأبرزها استحقاقات المقاومة والشهداء والجرحى وصرف مرتبات المؤسسات الخدمية كالمياه والكهرباء، والتي بلغت الشهر السابق فقط 300 مليون ريال من موارد العاصمة عدن الذاتية والشحيحة. فإننا نحيي في أهلنا هذه الروح الصابرة التي تمثل امتداداً لصبرهم وتضحياتهم وتحملهم لمآسي الحرب العسكرية حتى تحقق النصر. نطمئن أهلنا وشعبنا الحبيب أننا وبالاستفادة من الدعم السخي للأشقاء في دول التحالف العربي وفي المقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة سنواصل الجهود لإيجاد حلول عاجلة وأخرى استراتيجية لمشكلة الكهرباء، واثقين من أننا وبفضل من الله ثم بعزيمة الرجال المخلصين سننجح في معالجة هذا الملف الشائك المرتبط بالحياة اليومية للمواطن كما نجحنا في معالجة الملف الأمني. كما لا ننسى أن نؤكد عزمنا على الاستمرار في محاربة الفساد أينما وجد وإحداث تغييرات مدروسة، مستندين إلى تقارير لجنة التقييم التي كلفت من قبل قيادة العاصمة عدن لدراسة وتقييم أوضاع مختلف ومرافق مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة الكهرباء بعدن، وخلصت إلى عدد من النتائج المهمة التي ستترتب عليها جملة من القرارات والإجراءات التي سيعلن عنها قريبا. أخوكم المواطن المقاوم اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، محافظ العاصمة عدن، رئيس المجلس المحلي.